امبارح تابعنا مو صلاح وشفناه في اليويفا اللي هي طبعا اليونيون اوف يوروبيان فوتبول اسوسيشنز، وشفنا الاحتفال وشفنا محمد صلاح، واللقطات اللي بتشوفوها دلوقتي دي على الهواء عبقريه. والفيديو ده حوالي 19 او 20 ثانيه تقريبا، دخوله من على الريد كاربت والجماهير هناك في موناكو بتنادي بيه. احنا ممكن نسمع الصوت يا شباب لو سمحتوا؟ مو صلاح مو صلاح. الجماهير هناك في موناكو واغلب الواقفين دول طبعا من كل دول العالم وجايين من مصورين ومعجبين وفانز بيه، وبيرموا له تي شيرتس عشان يقولوا له احنا بنحبك ويمضي عليها. الاستقبال الجميل ده، وزي ما كنا بنقول فكره وصول لاعب مصري، اول لاعب عربي وافريقي بالاساس، فكره وصوله الى تصفيات او الترشيحات في اليويفا دي في حد ذاتها الحقيقه كانت حاجه مهمه جدا. الجدل اللي حصل انه بالامس في بعض المانشيتات اللي ظهرت اتكتب فيها انه محمد صلاح خسر المركز الاول. الكثير بقى من محبي محمد صلاح، وده مش معناه ان اللي كتبوا كده بيكرهوا محمد صلاح، انا ما اعتقدش اصلا ان في حد بيكره محمد صلاح، دي بجد حقيقه يعني. صعب قوي تلاقي حد ما بيحبش محمد صلاح. لكن البعض الاخر يعني أنب أو عتب على الطرف الأول وقال له ما اسمهاش محمد صلاح خسر المركز الأول، اسمها محمد صلاح كسب المركز الثالث وكسب قلوب الملايين حول العالم. وإنه يعني الفكرة إنك لازم تنتقي المانشيتات والكلمات اللي بتتكلم فيها، خصوصا لما تكون بتتكلم عن لاعب وفخر لينا جميعا بقيمة محمد صلاح. خلونا ناخد هاتفيا الأستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستوري. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيكي استاذه منى. شفت الديبيت والجدل اللي حصل ده ازاي يا فندم امبارح؟ الناس كلها من بعد الاحتفال، وشفنا طبعا الجايزه وهي بتتسلم، وشفنا لقطات لمحمد صلاح، شفت ازاي الجدل اللي حصل ده على المانشيت؟ وهل هو المفروض نقول انه خسر المركز الاول، ولا المفروض نقول او اسمها كسب المركز الثالث؟ يعني في الحقيقه فكره حاله الجدل المثاره حوالين ان صلاح فائز ام خاسر بهذه الجائزه، والكيفيه اللي الاعلام تناول بيها هذا الحدث الكبير ما كانش ليها داعي، بمعنى ان نظريا وعمليا وبكل المقاييس لوكا مودريتش اللاعب الكرواتي هو الفائز الوحيد بجائزه افضل لاعب في اوروبا. صحيح. وعداه هم خاسرون، بمعنى ان مفيش جايزه اسمها لاعب يتوج بالمركز، جايزه المركز الثاني او جايزه المركز الثالث، هو لاعب واحد فقط طول بهذه الجائزه لوكا مودريتش. يعني هي مش مسابقه ملكات جمال. صحيح. كل مسابقه، كل مسابقه ليها الرولز بتاعتها. صحيح. هو هو هنا المركز الثالث مش هيتوج بجائزه ولا هياخد اي جايزه ولا هيحسب ان هو خد جايزه، هو لوكا مودريتش هو الفائز الوحيد، وده نقدر نلمسه ونرصده من رد فعل كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني اللي كان غاضب جدا وزعلان جدا وشن هجوم هو ووكيله ورئيس مجلس اداره يوفنتوس وشقيقته، اللي النهارده عقدت مقارنه وشيرتها بتشوف ان شقيقها رونالدو كان احق بالجائزه من لوكا مودريتش، فعدا لوكا مودريتش هو خاسر. فهنا لما نلاقي عنوان بيقول ان صلاح خسر جائزه افضل لاعب، هنا عنوان مهني ما فيهوش اي خروج. لكن لما نيجي نتكلم عن الارض ونشوف حجم الانجاز اللي قدمه صلاح، لازم ندرك كويس جدا ان محمد صلاح حقق انجاز فريد جدا لم يسبقه في اي لاعب افريقي او عربي. ونقدر واحنا بندور في هذه المنطقه عايزين نشوف صلاح كسب ولا خسر بشكل عملي، ونتكلم بشكل جاد، لازم نطرح سؤال مهم جدا. هل محمد صلاح سعى لأن يكون أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم؟ إجابة السؤال ده هنشوفها عند صلاح في مؤتمر تقديمه لاعبا لليفربول الصيف الماضي. صلاح في المؤتمر ده قال إني لدي هدف شخصي وهدف فردي هذا الموسم أسعى ليه. في نهاية الموسم صلاح كشف إن هدفه الشخصي كان هو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وبالفعل فاز بها. لكن ما كانش في حساباته بالمرة أن يكون اللاعب الأفضل في أوروبا. لكن الامس بس محمد صلاح قال وحتى يعني بعد تسلم الجائزه للوكا مودريتش
بعد ما تسلم الجائزه لا صلاح تعبيرات وشه هاديه جدا، وزي ما حضرتك قلت بعكس رونالدو اللي بان عليه الغضب وال... صحيح. لكن صحيح. صلاح يعني متسامح جدا مع نفسه، متصالح جدا مع نفسه، ما حقيقي هي دي الروح الرياضيه حقيقي، لانه يعي جيدا ان مكان ان وجوده في هذه المنطقه ونجاحه في اقصاء ليونيل ميسي واحد من اهم وافضل اللاعبين في التاريخ، ووجوده على حساب انطوان جريزمان اللاعب المتوج بكاس العالم والدوري الاوروبي والسوبر الاوروبي، ده انجاز عظيم جدا جدا. ومن هنا ومن المنطقه ديت محمد صلاح اعلن امبارح انه عنده هدف شخصي جديد، وهو التتويج بهذه الجائزه في المواسم المقبله. وهنا نبتدي احنا كمصريين بقى يبقى عندنا الحافز والامل، ونبدا ان شاء الله الفتره الجايه نشوف صلاح مؤهل لحصد هذه الجائزه، لكن هو ما كانتش في حساباته بالمره انه يتوج. استاذ سعيد بس معلش انا عايزه حضرتك تعلق معايا على صوره لفتت نظري جدا وقاعده ببص عليها طول اليوم، ممكن يا شباب حضرتك قدامك تلفزيون؟ لا الحقيقه لا انا اسف جدا. طيب شفت صوره، اعرضوا لنا يا شباب صوره محمد صلاح. ايوه فهمتوني على طول. اكيد حضرتك شفتها الصوره اللي صلاح قاعد فيها في الـ في الـ في, الـ في القاعه، وعلى طول وراه راموس والنظرات مش قادره اقول لحضرتك يعني نظرات الحب اللي طالعه من عينين راموس لمحمد صلاح. يعني والله العظيم بنقعد ندعي له بنقول له ربنا معاك يا صلاح ويحفظك وينصرك يا رب على من ظلمك ومن عداك. في الحقيقه صوره راموس وصلاح خلقت حاله جدل واسعه مش بس عندنا في مصر، لا كمان في اسبانيا وصاحبه المركز. صحيح. صحيفه الماركه الاسبانيه كمان كان ليها عنوان برضو اثار جدل ان هو تحيه للمريض راموس يطمئن على كتف صلاح. الموضوع لقى اهتمام كبير جدا، لكن قعده صلاح وثقه صلاح ونظرات راموس ونظرات كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الى صلاح صحيح بيشوفوا حاجه كبيره جدا، بيشوفوا انهم امام خصم قوي جدا جدا جدا، وان نجمنا انتقل وارتقى لمكانه الاساطير، هنقدر نشوفه قريب جدا مكان رونالدو ومكان ميسي، وهو شعوره بده في حد ذاته وثقته الكبيره دي حاجه ده الانجاز الاهم وده الانجاز الاكبر. كفايه نصر ربنا سبحانه وتعالى لمحمد صلاح ان هو موجود في الاحتفاليه دي، وزي ما قلنا اول عربي وافريقي يصل الى الترشيح في جائزه افضل لاعب في اوروبا، وهو يصل ليها وراموس ما يصلش ليها، ويعني قاعد زي ما حضرتك قلت كده من نظراته بحسره، فده نصر الله سبحانه وتعالى لمحمد صلاح ربنا يحفظه. فيما يتعلق بالنقطة اللي حضرتك بتقوليها ان هو حد مصري موجود واهمية وجود لاعب مصري في منطقة زي ديت، ده لمسناه من السؤال اللي وجهته مقدمة الحافز لمحمد صلاح. ذهبت لمنطقة تانية خالص بعيدا عن الكرة وقالت له ان انت لاعب جئت من بعيد من مصر، اول مرة يكون موجود لاعب مصري في هذه المنطقة. صحيح. كلمنا عن ثقافة بلدك والعادات اللي انت جيت منها، فده شيء يفرح كل المصريين ان احنا الناس بتدور على ثقافتنا بتدور على عاداتنا بيشوفونا احنا فين عندنا ايه نقدر نقرر محمد صلاح تاني وعاشق ان شاء الله ولا مش هنقدر، فدي حاجه جميله جدا. محمد صلاح يستحق عليها مكافاه كبيره جدا من ندوب المصريين اللي كان بالفعل ليهم دور كبير ايضا في عمليه التصويت ووقوفهم وراه وان هو يكون موجود ما بين العثمان. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور، التعليق على الصوره دي كمان الحياه